فخر. جميع الأطفال والرجال والرجوع إلى الخلف دون أوضاع. أرجو جميع الأطفال والرجوع إلى الخلف. Oh, God.
حره لجميع الابطال في انتظار زياره الابطال المتبقيه. الله حرة للأبطال. الكثير حرة للأبطال لخوض نهائيات إقصائيات كأس الجزيرة. المرجو من الجميع الطاقم انسحاب الكواليس. انسحاب الكواليس باعتبار النداء على 12 بطل اللي سيتبارون على المراتب الست الأوائل. انسحاب الى الكواليس جميع الابطال جميع الابطال. انتظار ما اسكت عنه هذه المشاركة الأولى من أبطال الشباب. هذه المناسبة تنتظم الشكر الجزيل.
القحط رئيس مقاطعة المريسة على المساندة دياله والدعم دياله لهذه العصبة. فمرة أخرى نيابة عن المكتب التنفيذي أقدم له الشكر والتقدير والاحترام. وبهذه المناسبة كذلك مناسبة كأس المسيرة الخضراء كنفرحوا بالأبطال وكنحتفلوا بهذه الذكرى المجيدة. ومرحبا السيد يونس الزرودي رئيس الجمعية السنوية للملاكمة وكذلك السيد نبيل رئيس جمعية نجمة وكذلك السيد زروان رئيس جمعية سوق صالحين وكذلك أخ بجمعية الزاوية المصيرية. فمرحبا بكم جميعا مرة أخرى مع السيد المدير التقني بكر الهلالي. والأمام من أبطال بدون الأوضاع والأمام جانب يمين يسير ولا حرف جانب يطار ولا أمام جنبي يمين انزل عادل الخلف المجموعة الثانية ولا أمام جانب يمين ولا أمام رجوع إلى الخلف جميع الأبطال رجوع إلى الخلف صف واحد الاختيار الست الأوائل أوضاع حرة مع الموسيقى جيل أبطال الشباب No, grab me.
نرجو من جميع أبطال الرجوع إلى الخلف. جميع أبطال إلى الخلف. قد أسفرت هذه الإحصائية الأولية باختيار الست أوائل على النتائج الآتية. أرجو من بطل الرقم تقدم إلى الأمام. الرقم 12. رقم 12 ليس 21. خالص ورقم 11. وكذلك الرقم 22. آخر رقم 21. الفاضل الحاف وشكرا على المشاركة إلى فرصة إن شاء الله. عثمان. عثمان. الآن ونشكر أصغر مشارك ياسين الخليفي لأنه أخذ صور تذكارية. والبطل رقم 21. رقم 21. ارجع للخلف. ارجع للخلف. ارجع للخلف. ارجع للخلف. أبطال رجع للخلف. بطل رقم 13. رقم 12. رقم 11. رقم 28. والرقم 14. رقم 14. التحاق إلى منصة التباري. الآن مع الأوضاع الإجبارية الرابعة. وضع طوال عجلة احترام الخط. رجع إلى الخلف. رجع إلى الخلف. تبارك الله على الشعاب. رجع إلى الخلف. وكر وكر أرجو إعطاء المسافة بينكم. وضع أمام. وضع أمام. وضع أمام. وضع أمام. ومتأني لأجل جانب يمين. جانب يمين. جانب يمين. رجع إلى الخلف. جد يسار. ولكن أسامة. ووضع خلف. ووضع خلف. شوف يمكن. Sam, 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 Sam,
هل هناك من مقارنات؟ لا تنحي البطل الصغير ياسين أصغر اللي تبدا الرياضات يحبها وتيمشي للمصاري وتيتريني وتيضرب ستيك تاع نسلم الدبلوم للوليد الصغير محمد ياسين البطل الصغير. أصغر مشارك رواتبه. كل شيء اليوم كل شيء كل شيء كل شيء راب كلنا راب كل شيء غادي يكون راب.
نرجو من جميع الأبطال رجوع الخلف لإعلان النتائج النهائية. نرجو من سيد نائب رئيس المجلس البلدي لبطالة السيد بدر ونائبة رئيس مجلس بطالة وفاء ونائب رئيس مجلس المسيرة مريسة السيد جمال ورئيس عصبة الوسط ونائبه السيد بلعوينة محمد التحاق إلى منصة التزويد. مرجو من السيد نائب رئيس مقاطعة مريسة السيد بدر التحاق بالخشبة. كذلك مرحبا بالأخ زرودي رئيس عصبة الوسط لبناء الجسم وكذلك عضو الجامعة الملكية للجسم. غادي عندنا واحد التقديم حق واحد الشخص واحد الهرب اللي هو قيدوم الإخوان بمارسوا رياضة بناء الجسم وعطى كثير اللي هو الأخ محمد العوينة اللي كوال بمدينة سانة. فبهذه المناسبة كنصفقوا عليه بحرارة وهذا التكريم قلت حقه لأن عطى كثير وما خداش حقه فتبارك الله عليه. الآن سيكرم من عصبة الوسط وهو عضو المكتب التنفيذي للعصبة. شكرا للأخت وفاء الخضراء مستشارة بمقاطعة بطالة. أستاذ شوية قدام عندنا 12. والآن مع النتائج النهائية الرتبة السادسة للبطل رقم 14 يلتحق بتوزيع تسليم الجائزة. والآن الرتبة الرابعة تعود للبطل الرقم والرتبة الرابعة للبطل الرقم 21 والرتبة يقدم له الجائزة الفردية. البطل رقم 12 والرتبة الثانية تعود للبطل رقم 28 والفائز بهذه الفئة البطل الأستاذ ويقدم له الجائزة. الثاني وهو أخ عزيز كذلك فاعل جمعوي فاعل دائما يعمل في إطار فضاء الذاكرة التاريخي للمقاومة وأعضاء جيش تحرير الأخ رشيد قصية رئيس جمعية اتحاد للتنمية فليتفضل شكرا.
إحسان. النائب رئيس مقاطعة السيد بدر والأخ جمال وكذلك السي حسن أزعوم والقاضي والسي زروان فليتفضل مشكورا. سعيدة الأخت سعيدة ولد عزيز قيدومة المستشارين بمدينة سنة بجماعة فاعلة جمعوية حقوقية ناشطة بامتياز أعطت الكثير للحق الجمعوي فلتتفضل مشكورا. اخوان سحب ابطال سحب من المنصه الثانيه يعني الشمال فتصفيقة حرة على الابطال. والان دائما في اطار التكريم تكريم الفاعل الجمعوي من طرف عصبة في شخص رئيسها نيابة عن المكتب التنفيذي السيد محمد أزرودي والتي ستقدم له هذا التكريم قيدومة المستشارين بجماعة سلا فاعلة حقوقية سياسية جمعوية بامتياز الأخت سعيدة ولد عزيز فأتحرك بحضور كل من أخ ياسين الغزواني رئيس جمعية أرباب المقاهي كذلك رئيس جمعية أطباء المدينة الأخ حسن أزعوم كذلك الأخ محمد الغابي رئيس جمعية شباب المواطنة كذلك الأخت وفاء الهطهاط نائبة رئيس مقاطعة بطانة والأخ بدر نائب رئيس مقاطعة مريسة والأخ جمال كذلك نائب رئيس مقاطعة مريسة وبهذه المناسبة نشكر مرة أخرى السيد رئيس مقاطعة مريسة السيد عبد القادر الكحل على الدعم المساندة للعصبة واللي غتقدم واحد الوردة لأخوها رشيد قصية الأخت أسماء مرار. دائما نرحب بالسيد نائب رئيس مقاطعة مريسة بدر الغرودي صفقة حرة الأخ رشيد السهل أكثر السهل أكثر اسحب الرقم. هذه المناسبة كذلك نشكر الأخ محمد البزيوي رئيس قطب اللي هو دائما كيساندنا وبعاوننا وكذلك إن شاء الله غادي يكون معنا في المكتب ديال العصبة يعني بعد الشجرة ديال الإخوان كل شيء يعني صوت عليه بالإجماع فإنسان معطاء وكنشكروا الأخ يوسف الزرودي رئيس جمعية السنوية الملاكمة والأخ عثمان الخليفي اللي جانا من تمسنا وكذلك البطل عبدو الهلالي الكوتش اللي هو كوم الأبطال المستوى الوطني اللي جانا من طنجة فبهذه المناسبة كنصفقوا عليه بحرارة. دائما نشكر الأبطال الذين دائما يشاركون معنا في هذه العصبة كذلك نشكر الجمعيات المنخرطة تحت لواء عصبة الوسط المنطوية والمنخرطة تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم والفيتنس. صورة جارية مع فعاليات المجتمع المدني اللي هو أبطال فعاليات المجتمع المدني. نشكرو السي حسن أزعوم الصديق العزيز. كذلك مرحبا الأخ نبيل رئيس جمعية النجمة المسند الرسمي من العصبة.
الأبطال وداري قول لي انت يا صافي سي ديجا راه حنا ساهمين ولكن بيني وبينك راه لا ليميه كاين لو روفلي عندي ما ندير ليك ها